اخبار اليوم. الفنان رامي جمال اهلا بيك معانا في اخبار اليوم، والبشمهندس محمد منير الصفا اهلا بيكم معانا. في البدايه رامي اهلا بيك معانا، وكلمنا عن حفلات الصيف، والنهارده انت بتعمل في راس البر ايه وفي قريه الصفا؟ النهارده جاي الحفله بتاعت استاذ محمد في قريه الصفا، جاي النهارده حفله عيد الربيع، واتمنى اكون كنت ضيف خفيف عليهم ان شاء الله، يعني بسطت الناس اللي موجوده دي وقدرنا نعمل لهم حفله عيد ربيع ظريفه ان شاء الله. استاذ محمد، يعني قريه الصفا النهارده دي اول الحفلات موسم حفلات الصيف، وكلمنا على الخريطه اللي اتعملنا، بداته النهارده برامي جمال وخالد مصطفى، وخطتكم ايه الجاي ان شاء الله؟ اولا احنا سعداء جدا 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 بتشريف الفنان الكبير رامي جمال، وبنقول احنا كل سنه بنحب نفرح فعلا من قلبنا مع اصحابنا وحبايبنا ورواد قريتنا، لان احنا لنا مجموعه كره صن 6-1 و2 و3، وان شاء الله يبقوا معانا السنه الجايه يبقى في 4. فاحنا سعداء جدا ونحب ان احنا نتبسط والناس يتبسطوا معنا، ومفيش اكتر من انبساط ان رامي جمال يكون في وسطنا، ده حاجه جميله جدا. يعني رامي، يعني عايز اقول لك في حظ، يعني النهارده الحفله بتاعتك اقيمت الحمد لله، ويمكن هي الحفله اللي هتكون الوحيده في موسم شم نسيم، خاصه الحفله بتاعتك الثانيه اتلغت امبارح، وحفلات كتير جدا للفنانين ومنير وشيرين. يعني انا صعبان عليا المنظم بتاع الحفله الثانيه، لان انا بالنسبه لي بنبقى تعاقدنا على الحفله من قبلها، بس هو الامن لغاها له، يعني هو اللي عنده مشكله مش احنا. وانا برضو ببقى زعلان على الجمهور اللي راح قطع تيكت ومستني يشوفك وفي الاخر ما عرفش يجي. بس محمد محظوظ بقى. لا الحمد لله اكيد استاذ محمد منظم كويس كده، عملنا مجهود رهيب علشان بالفعل الحفله تتم في ميعادها، ولا سيما ان احنا الحفله بتاعتنا من غير تيكت، فاحنا قد ايه بنحاول نجيب لهم احسن فنان هم يبقوا مبسوطين بيه علشان نكمل فرحتنا كلنا مع بعض. واحنا بنسميه يوم العيله، يوم شم النسيم ده احنا بنسميه العيلة، لان هو مش بتاع المسيحيين بس ولا بتاع المسلمين بس، احنا كلنا بنفرح فيه، فبنتجمع كلنا ونقول احنا قد ايه فرحانين، وبيكمل الفرحه بتاعتنا بفنان جميل زي رامي جمال وزي بقيه الفنانين. احنا سعداء جدا جدا جدا. الالبوم بقى، الالبوم خلاص ان شاء الله انا سلمته والله، بس الشركه بقى هي اللي عندها يعني فكره نزوله امتى، لان احنا خلاص رمضان داخل، فلو ما لحقناش ننزل قبل رمضان، ودي انا شايف مفيش مساحه كافيه للدعايه قبل رمضان، لان المطرب اللي بينزل البوم يبقى فيه دعايه نازله قبلها بشهر على الاقل، وانا لسه ما لحقتش انزل الدعايه، فلو نزلتها دلوقتي رمضان هيدخل، فاعتقد نبقى امر لا العيد يا رب ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح بالسعاده. شكرا، ونشكر الفنانين. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك.